كده يا سينو بتبعني؟ دول كانوا هيرموني في النيل، تقدر تقولي انت كنت بتعمل ايه؟ كنت بلعب مع ميجو وفجأة سكت. تفتكر يا يحيى انا عملت حاجة تزعله؟ انت مش بس سبتني، انت فتحت الشنطة وقعدت تدور في حاجتي، يعني بدل ما تدور عليا وتشوف ايه اللي حصل سايبني وبتلعب مع ميجو. انا لازم اقول للملك رمسيس. يحيى يحيى احنا اصحاب، اوعدك دي اخر مره، اوعى تقول للملك رمسيس. يبقى تركز معايا وتشوف اللي بيحصل حواليا. طب معلش معلش، ممكن اخر سؤال؟ هو ليه 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 فجاه سكت؟ هو مسكتش يا سينو، بطاريته خلصت وانا مش معايا شاحن، وحتى لو معايا تفتكر هنلاقي هنا مكان نشحنه؟ اتصرف يا يحيى، المهم يشتغل. اقول لك تعال نشوف تعويذه ترجعه للحياه من جديد. تعويذه ايه يا سينو؟ ده انت ناقص تقولي نحنطه ونعمل له مقبره تليق بيه، ده مجرد روبوت لعبه ولازم عشان يشتغل بطاريته تتشحن. يعني خلاص؟ طيب انا وعدك لو ركزت معايا هشغلهولك. موافق.